السلام عليكم متابعي الكرام، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. القاكم هذا الفيديو في صحه جيده واموركم كلها هانيه. غنبداو باول فيديو بالصلاه والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نبدا معكم الطرز بالابره الشرقيه. هاد الطرز هذا اللي بزاف الناس كيعانيوا منه، كيقول لك كيجينا صعيب وما كيلقاو فيه بزاف ديال الصعوبات. انا من هاد الفيديو هذا تنبغي نقول لكم بالعكس، اسهل طرز هو الطرز بالابره الشرقيه في التعلام ديالو، ولو في الخدمه ديالو فيه شويه ديال التماره، ولكن في التعلام ديالو اسهل طرز هو الطرز بالابره الشرقيه. ما كيحتاجش شي تقنيه ولا اول حاجه كيبغي الرغبه، انك تكوني باغه تعلمي ليه وما تيأسيش من المراحل الاولى ديالو في التعلام، وان شاء الله غيسر لك الله وغتعلمي ليه وغتخدمي فيه جليليبات وغتشدي فيه خديمه. وتنقول الله يسر على كل وحده، حتى وحده ما تقول ما نقدرش، كل شيء كيبدا بالعزيمه وبالاراده. ايوا اول حاجه قبل ما نبدا الطرز خاصنا نحطو الرشمه على الثوب. كنخرجوا الرشمه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وكنجيب واحد القلع كنحطه فوق من الرشمه وكنطبعو فوق من القلع باش نبقى نستعملو عده مرات. اما الا طبعت من الورقه للثوب فالورقه كتقب ليا، ما كنبقاش نعاود نستعملها مره اخرى، بعكس القلع اللي كنبقى نستعملو عده مرات. هذه وكنحتاج البابي كربون، راه كاين في الالوان، ستيلو، كنحتاج فنيتات و سنتيم. فاش كنبغيو نطرزو الرشمه ديال الشرقي، يعني الطرز ديال الابره الشرقيه، ما كنحطوش الرشمه على الثوب كيف ما كنديرو في جميع انواع الطرز. ها كاين استثناء في هاد الطرز هذا ديال الابره الشرقيه، كنشد الظهر ديال الظهر ديال الثوب ديال الجلابه او القفطان او لا، المهم الظهر ديال الثوب كان هو اللي هو اللي كنطبع فوق منه الطرزه، والامام كيبقى عندي نقي، يعني الوجه تاع الثوب كيبقى عندي نقي. كيف ما شفتوا في التصويره ديال الموضه اللي غنخدم، الطرزه غتجيني فوق من يعني في الوسط تاع الجلابه، الوسط تاع الجلابه. خيط لقيط الربوعه بجوج بالماكينه، تبت هادو حتى هما هي بالماكينه، ودابا غادي نعبر غنحيد 7 سنتيم ديال الفتحه تاع العنق، وغادي تقريبا غنخلي واحد المهم 7 سنتيم ديال العنق. ها هي اللي ما عندها سنتيم غتعبر بربعة الصباع، ها هي ربعة الصباع جاتنا هنا. هذه ما غاديش نطرزها. هو الزوين في هاد الطرزه هذه فاش هاد الطرز هاد الشرقي، يعني فاش كترشمي الظهر اي حاجه درتيها في يعني توسخ لك الثوب بستيلو او لا، هذا ما تحتاجيش تصبني حيت يبقى في الظهر ديال الثوب. تقريبا انا غادي نجيب الطرزه وغادي نحط الطرزه ديالي كيف ما كتشوفوا هنا، غتجيني على هذا الشكل هذا ديال فتحه العنق، وغنحط الرشمه ديالي. الرشمه ديالي بغيتها تجيني الوسط ديال الصدر. نقاد الثوب ديالي فوق من السطح اللي غادي نخدم فوق منه، غناخذ الرشمه اللي درت ديال القلع، وغادي نبدا نشد بالفنيتات نثبتها مزيان على هاد الشكل هذا. كنثبت بالفنيتات باش القلع ما يبقاش يمشي ويجي ليا وتخسر ليا الرشمه. نثبت الرشمه مزيان بلاتي نقاد باش تبان لكم الصوره واضحه في الفيديو. على هاد الشكل هذا غنزيد نثبت من جنب غير جنب واحد، ونخلي البابي كربون منين غادي ندخله. على هاد الشكل هذا غناخذ البابي كربون ديالي وغادي نخشيه ما بين القلع وما بين الطرف ديال الثوب اللي عندي
ويكون شاد ليا الرشمه ماشي كامله. المهم انت راكي غتعرفي فين وقفتي وغتخدمي على هذا الشكل. هذا دابا غادي ناخذ ستيلو وغنبدا نتبع على الرشمه بهذا الشكل هذا. تنكمل الرشمه ديالي كامله ونحاول نورق على ستيلو باش يبان عندي فوق منتوب. ها هي الرشمه كيف ما كتشوفوا من القلع، حطيتها فوق التوب ودرت ليها البابي كربون، خرجت لي على هذا الشكل هذا. ها نتوما كيف ما قلت لكم على الخدمه ديال القلع، ها نتوما كتبقاه واخا انا رشمت فوق منه ما كيتقطع ما والو، كتخدمي به القياس اللي بغيتي ديال الرشامي كيبقى هو هو عكس الورقه، الورقه دغيا كتقطع. ودابا منين رشمت الرشمه فوق التوب غادي نحيد هاد الادوات وغنجيب الادوات ديال الطرز اللي غنحتاج دابا. دابا من بعد ما رشمت الرشمه ديالي غادي نحتاج اول حاجه المرمى باش غنزير التوب، وغنحتاج المقص ديال سانجير اللي تيكون عنده الرويس ديالو عوج شويه بحال هكا يكون ماضي، وغنحتاج الابره الشرقيه كتباع عند مولي الحرير كتكون على هذا الشكل هذا، وغنحتاجو السلك يكون نحاسه رقيق غنثنيوه على جوج هو باش غنبقاو ندخلو الخيط بهاد الابره هذه، وغنحتاجو الخيط ديال الفيكسي راه كيتباع عند مول الحرير او مالي الخيط كتقول لهم الخيط تاع الفيكسي يعني الخيط اللي رقيق. ها نتوما كتشوفوا الخيط اللي تيكون رقيق هو هذا، راه كيتواجد بالالوان كيكون بالالوان عند مالي الخيط. كتشوفي اللون اللي بغيتي نتيايا، هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاج ليهم. صافي ودابا غنبدا نطرز. دابا تبت التوب في المرمى ديالي جبدته مزيان، وغادي ناخذ البرا غندخل فيها هذا الخيط النحاسي كيكون ملوي حتى كيكون ولينا واحد الحلقه، كنخشيو فيها الخيط وكنجبدوه كيخرج لينا من الراس ديال البرا. وكان كاين واحد التقيبه هنايا في فتحه ديال البرا كندخلوه فيها، بلاتي ما بغاش يدخل نقطع شويه الراس ديال الخيط وندخلو على الشكل هذا بحال هكا. هذه الخدمه ديالها. نعاود معاكم، كندخلو الخيط النحاسي من العكس ديال البرا العكس ديال الابره، كنخشيو الخيط هنا في الوسط ديال هذاك الخيط النحاسي، كنجبدو عندنا الخيط كيبان لينا، كنعاودو نخشوه في هاد الفتحه ديال الابره هذه، وهكا كيكون عندنا الابره جاهزه باش نخدمو بها. صافي دابا غنبدا نخدم. اولا تناخذوا الخيط اللي غنكادريو به هاد الزواق ديالنا، اللون اللي بغيتو نتوما واش اللون ديال الارض او اللون داخل على اللون ديال التوب، المهم غنشد اللون غنشد انا الخيط وغنبدا نكادري الرشمه ديالي. عندي هاد الوريقه هادي انا غنتمي غادي نكادري فيها، كندخل البره كامله كنجبد شويه، كندخل البره كامله كنجبد شويه، والضربات يكونوا مقاربين على هذا الشكل هذا، والتوب خاصو يكون مجبد مزيان.
على هكا هانتوما نقرب ليكم. انا يا مم كنخدمش بالزربه باش تفهموا اكثر. الضربات يكونوا مقاربين والبرا ما نهزهاش بزاف، وديما الخيط هذا الخيط هذا يكون فوق من اليد ديالي على هذا الشكل، ويكون شيط ليا يعني ما يكونش مجرور. كنضرب في الثوب وكنهز غير شوي، ويكونوا الضربات مقاربين كيف ما كتشوفوا، انا مقربه وما مسرعاش، ما كنخدمش بالزربه باش تفهموا. كيف ما كتشوفوا هنا حيت الثوب مضوبل، هذاك الشيء علاش غتجيني الخدمه شويه صعيبه. كنتمي غادية بحال هكا، شو خاص يكون عندنا الخيط مقاد الفوق، ونجيبو الامام تشوفو كيفاش خرج، شتو بحال هكا، ونجي كمل الرشمة. دابا حنا غندورو على الرشمة كاملة، دائما الخيط يكون عندكم مجرور فوق يديكم وانتم كتخدموا. ما تحاولوش في الاول مره غتبداو الطرز، ما تحاولوش انكم تزربوا غير بشويه حتى تعلموا مع الممارسه، غتولوا دغيا تزربوا فيها كيفي انا. يعني ايدكم غدي عليها وغتولوا دغيا تخدموها. ساليت هاد الجنب غندوز لهاد الجنب اخر، مره مره نجبد التوب عندي في المرمه باش تجيني الخدمه ساهله. هنا كيف قلت لكم راه التوب مضوبل، هذاك الشيء علاش كيجيني قاصح في الخدمه. ها هي الرشمه من الخلف، وها هي من الامام كيفاش كتجي، ما كتبانش هي حتى كتكمل عاد كتبان. المهم انا غنكمل على الطريقه حتى نسالي الرشمه كامله ديالي ونتلاقى معاكم. كيف ما كتشوفوا كملت طرزه كامله، دوزت عليها الكادر، ودابا غادي نبدا نعمر في هذا الشيء اللي لداخل، هاد الزبيبيقات اللي لداخلين غنبدا ناخد اللوينات وغنبدا نعمر. انا ركبت البرا كيف ما كتشوفوا، ودابا غادي نبدا خدامه. غندخل البرا هنا، الخيط يكون فوق من ايدي على هذا الشكل هذا هكا، ونبدا انا نقرب ما امكن كاميرا. حاولوا البنات تكون الخدمه من الاول متقونه، ما تكونش معربزه. انت ملي غادي الخط حدا خوه في التعمار، في التعمار تاع الورده خاص يكون السطر
حدا اخوه، ما تبداوش تباعدوا تقولوا لا غير تعمار، الخدمه تكون نقيه من الوجه ومن الظهر ديال الطرزه. دائما الخيط يكون شيط. نتمنى الصورة تكون باينة مزيان، خل إضاءة ضعيفة، مع الوقت ومع الممارسة راكم غادي تولوا تخدموا بحال هكا بالزربة. وكنجبدوا الخيط عندنا، منين يتقاد الخيط اللي جرينا نعاودوا تاني نجروا واحد النسبة ديال الخيط ونخدموا على الشكل هذا. الى تبعتي هاد الخطوات وهذا الشيء اللي قلت لك، راه انا متاكده انك غتخدميها ان شاء الله. طاز كيجي زوين كيعجب بزاف الكليانات ديولي، كيعجبهم هاد الطرز هذا. وما غيكونش هذا فيديو واحد، راه غادي نشارك معكم عده فيديوهات ان شاء الله ونبقى معكم تتعلموا. اللي ما فهمات شي حاجه ولا شي استفسار تخليه ليا في الكومونتير وراني من غادي نجاوبها ان شاء الله. صافي كنبقى خدامه على هذا الشكل هذا، ما كنقطع على خيط لا والو، ديريكتوم كننقز الورده الاخرى وكنتمي غاديه. نتاكد باللي الخيط ما شاداش ليا شي حاجه باش يخرج ليا على برا، يعني يخرج ليا الجهه الاخرى في كنضرب انا البرا. صافي باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا غنكمل الورد ديالي كامله ونوريها لكم كيفاش جات منين كملتها في التعمار. نحطكم امام الصوره، خليكم معايا. وكيف ما كتشوفوا الوريده انا كملتها. الا بغيت نحيد البرا من الطرزه غير كنجرها بوحدها بلا ما نجر الخيط وكنقطع بالمقص بحال هاد الشكل هادي. انا نوريها لكم كي جات من الوجه ديالها، الوجه ديالها كيكون على هاد الشكل هذا. شوف هذا، من بعد هلي كنضربوه بالمقص وكنعاودو ندوزو عليه المصلوح كيولي لينا على شكل مبره، كيولي بحال مبره. المهم نكمل الوريدات كاملين اللي عندي ونكمل معاكم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الظهر ديالها، كيف كتجي الرشيمه ملي كنساليها. دابا راه ساليتها كامله، انا غنوريكم كيفاش كتكون من جنب الاخر. وهذا هو الوجه ديالها الاصل اللي غادي يبقى على برا. دابا غادي نقطع بالمقص وغادي نوريكم انتما كيفاش كتجي هاد الجنب هذا. ولا غنقطع انا بالمقص هادشي، ولا غنقطع انا بالمقص كيكون الوجه ديال الثوب. يلا خليكم معايا في الفيديو. دابا ركبت المرمى على هاد الوجه هذا هو اللي عندي الفوق كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ المقص وغادي نبدا نقطع في هاد الخيوطه اللي الفوق. تبعوهم غير بشويه وما تخافيش ضربي الثوب لانك دايره المرمى، ما تخافيش من الثوب. خاص المقص يكون سنجير هذا اللي كيف ما وريتكم هذا الشكل هذا، هذه النوعيه ديال المقص، ويكون ماضي باش يقدر يقطع لكم
باش يقدر يقطع لكم هاد الخيط هذا. كنبقاو بحال هاد الشكل حتى كنفينيو الورده. غادي نكمل بهذه الطريقه ديال المقص حتى غنسالي الرشمه كامله ديالي بالتقطاع، ونتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالها قبل ما يكون الشكل النهائي. خليكم معايا. وهذه الطريزه ديالي من بعد ما دوزت عليها بالمقص. دابا غادي نجيب المصلوح وغنوريكم كيفاش كنصلحوها. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي في الاخر. صافي دابا راه كملات الطرزه وتفينات، كيجي الشكل ديالها زوين. انا نقرب ليكم شفتوا، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرزه اللي خدمت معاكم اليوم في هذا الفيديو هذا. الى تبعتوا الخطوات ان شاء الله غتنجح معاكم من اول مره. حتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون المحتوى ديالو فادكم بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وديروا لايك للفيديو الى عجبكم، وكتبوا لي في لي كومونتير. الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.